الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه الحاضرين والمسلمين آمين. قال الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه قال في موطئه رحمه الله عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عبد الله بن عوف بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان أو قال بودان. قال فرده عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. نعم هذا حديث مختلف في إسنادي على مالك ولا على ابن شهاب وكل من في إسنادي قد سمع وبعضهم من بعض سماعا كذلك في الآثار. عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله قال سمعت ابن عباس قال أخبرني الصعب بن جثامة. وقد قلنا في السند المعان عن في أول كتابنا هذا الكلام موصولا لابن أبي بر لابن عبد البر في أول كتابنا ما فيه الكفاية. طبعا رواية عبد الله بن عوف بن مسعود عن ابن عباس هذه تذكرنا بإيش بلين الجانب مع العالم. عبد الله بن عوف بن مسعود قال فيه وهذا الذي كفأه الله بذلك قال فيه الزهري وكان فيهم من ابن المسيب هو الفقهاء السبعة منهم عبد الله بن عتبة. شوف والله ميز عبد الله بن عتبة عن الجميع بما قاله الزهري. الزهري قال ما جلست أحدا وهو جلس ابن المسيب أنا أذكر ألفت انتباه لذلك ما جلست أحدا إلا استوعبت كل ما عنده يعني حتى ابن المسيب استوعب كل ما عنده ما جلست أحدا إلا استوعبت ما عنده إلا عبد الله بن عتبة ابن مسعود وهو من الفقهاء السبعة. لما شوف بقى هنا أقول لك لما شوف بقى العمق هنا كيف يطرد الإنسان وإيش واقترب ابو عبد الرحمن ابو سلمى بن عبد الرحمن بن عوف ايضا في قوله انه فقهاء السبعه وكان ثقيلا قوي في العلم لكن كان يجادل كثيرا. فقال الزهري وضاع عليه علم كثير بسبب مخالفه ابن عباس. انت شوف المخالفه راح خالف عائشه ايضا فقالت له يا ابا سلمى انما انت في الناس كمثل ايش الفروج اذا صح وصح صح شفت بقى شوف ده شدت علي شد لسه بعدها شد عشان خالف عائشه. وهكذا العالم لما يخالف واحد ما هوش اصلا يعرف انه لم يصل لابد انه يضعه في المكان الصحيح. فعبد الله بن مسعود الظاهر منه لما قال ذلك قال لنت لابن عباس فكان يطعمني العلم اطعام عارف قدره واعطاه قدره ولم ينتقص ابدا في مجلسه وكان حريصا فكان هو الأحرص ابن عباس هو الأحرص يعطي العلم وفوق العلم. قال فقال كان يتعمني العلم اطعم. هذا حديث عظيم جدا يعني رواه عن نهج ابن شهاب رواه مالك مع معمر أيضا وابن جريج عبد الرحمن الحارس وصالح بن كيسان وابن أخي ابن شهاب وليث بن سعد ويونس بن يزيد كل هؤلاء وافقوا مالك في الرواية. ومحمد بن عمرو بن علقمة كلهم قالوا فيه أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارة وحش كما قال مالك. وخالف ابن عينة ومحمد بن إسحاق فقال فيه أهدي الرسول صلى الله عليه وسلم لحم حماري وحش. والحقيقة أن الكل سواء واحنا قلنا ان رواية بالمعنى تجوز. وقال ابن جرج في حديثه قلت لابن شهاب الحمار عقير قال لا ادري قال لا ادري ان كان عقيرا ام لا. فقد بين ابن جرج ان ابن شهاب شك فلم يدري هل كان عقيرا ام لا الا ان في مساق حديثه اهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش فرده علي. وروى حماد بن زيد هذا الحديث عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل حتى اذا كان بقديت اهدى اليه بعض حمار فرده عليه وقال ان حرم لا ناكل الصيد. هكذا قال حماد ابن صالح عن صالح بن كيسان عن عبيد الله ولم يذكر في ابن شهاب وقال ابن بعض حمار وبعضها فغز يعني. وعن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد ايضا في هذا ايضا اسناد اخر عن عمرو بن دينار عن ابن عباس عن صعب بن جثامه انه اتى نفسه بحمار وحش فرده عليه وقال ان حرم لا ناكل الصيد. وروى ابن سعد عن صالح بن كيسان عن هشام وقد روي عن ابن عباس من حديث سعيد بن جبير ومقسم وعطاء وطاووس ان صالح بن جثامه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حماري وحمار وحش. وقال سعيد بن جبير في حديث عجز حمار وحش فرده يقطر دما. المساله هنا ليس فيها كثير يعني فائده ان تعلم هل اعطاه الفغس هل اعطاه جزء حمار هل اعطاه الحمار. المساله كلها اعطاه صيدا وهو ايش حرم. وقد قال الله جل في علا يا الذين امنوا حرم عليكم الصيد وانتم حرم يحرم عليكم الصيد. طيب وهنا نرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قبله من ابي قتاده وقال معكم منه قال نعم فاعطاه فاكله. الله ما الذي فرق بين الصعب بن جثامه وبين
وبين أبي قتادة. ماشي أحسن. أحسنت. لأن قلنا صيد الحلال حرام على الحرام، حرام على الحرام اللي هو المحرم يعني لا يأكله. هذا عموما العموم قول الله تعالى إيش؟ حرم عليكم حرم عليكم الصيد وأنتم حرم عليكم الصيد والبر وأنتم حرم على العموم. هذا إيش؟ على العموم. لذلك قال به بعض العلماء كعلي بن أبي طالب وغيره على العموم ما تأكلش صيد خالص، صاد ما صاد لا يجوز لك أن تأكله. قلنا هذا عام خصص، فقالوا كيف خصص؟ قلنا بحديث أبي قتادة خرج عينا للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه فمروا ويريدون الحج فأحرموا، هو مر ولا يريد الحج فإيش لم يحرم ولا شيء عليه، ثم ورد قابلهم محرمين حيث كونهم على الإحرام، فورد حمار وحشان فقال ائتني بالرمح، قال لا، فأخذ يستلم كل واحد أن يساعده ما ساعدوه، فهو اشتد عليه حتى صاده، ثم جاء فقال بعضهم قد كلوا وبعضهم قال لا تأكلوا حتى ترجعوا لنفسه، فرجع النبي وأحرم أبو قتادة، هو صاد حال كان إيش حال كوني كان حلال. فذهب النبي، فهنا بين النبي التخصيص بقى هنا، قال له أفيكم أحد أعانه على ذلك؟ أفيكم أحد أشار إليه بذلك؟ في حد أعانه؟ في حد قال له في حمار وحش رهيبه ها أعانه على ذلك؟ قالوا لا. قال فقال له إذا كلوا، لأنه لم يصد هذا الإيش لهم ولا للنبي صلى الله عليه وسلم، فأكله النبي صلى الله عليه وسلم. قال اعطوني منه، قال أمعكم منه لحم؟ قال نعم، فأعطوا النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ أعتقد أو العجز، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ، أعطوا النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ فأكله النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن قول الله تعالى حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ليس على العموم، هذا مخصوص بإيش؟ بمن صاد حلالا ولم يقصد بالصيد لا الحرام ولا عين من حرام يعني من المحرم، مفهوم؟ فبين اذا تجلت لنا المساله بجمع بين الروايتين، حديث الصعب بن جثامه ما صاده الا ليه؟ لاكرام النبي، وعلم النبي ان الصعب اصطاده اكراما له. طيب وابو قتاده لم ياكل، فلم ياكل من صعب بن جثامه واكل من ابي قتاده، يعني ما جاء وفاقا يتسامح فيه. وده حتى منتقل في مسألة العبادات، واحد قال يا جماعة أنا بصلي متأت بالليل في المسجد هذا وجدت سكينة، فواحد سمعه وقال الله تعالى نسيب يصلي وحده، فجه فالتقى معه، والثالث قال يعني أنتوا الاثنين تعملوا كده وتبقوا أفضل مني، جاء الثالث أنا مصلين جماعة يصح ذلك، لأن الصلاة جاءت إيش وفاق، لكن تيجي بقى ما يجمع الليلة ليلة الثلاثاء سنجتمع جميعا حتى نصلي صلاة الليل ثم نقنط على اليهود الملايين في ختام الصلاة، كل هذا خير لكنكم ابتدعتم في دين الله جل وعلا، ستفسدون على 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 على, على المظلومين فسادا فوق الفساد بسبب بدعتكم التي ترد عليكم أعمالكم. فما جاء وفاقا يتسامح فيه، وما جاء قصدا لا يتسامح فيه. فحديث صعب بن جثامة جاء ايش؟ قصدا. لذلك قال انسلم لا نأكله، فرد. فلما ردوا اشتد الأمر على الصعب، فقال له بأدب النبي، قال له إن لم يرد عليك إلا أن حر. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية إكرام الكبير، إكرام يعني من الأدب أن أنك تسعى إلى إكرام المفضل المكرم العالم وريث النبي صلى الله عليه وسلم، إكرام الكبير. فكان كل ما يصطاد يصطاد يريد إيش؟ أن يحسن إلى أو يكرم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أصلا أخذت من أداب الطالب، من الأداب أن تكرم من كان وكيلا للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأداب طبعا مش كده عشان كل واحد يجي يجيب لي أكل بقى وأنا قاعدين، أنا أصلا مثلكم طبعا، عشان كريم لا بكل واحد أصلا، أنا أنوه على ذلك لا تتركوا كريما حتى تحشوه بالذرة والشعير وغير ذلك يعني. فحقا إكرام الكبير. وهنا يستنبط من العلماء إكرام العلماء واجب، لذلك معاذ قال وحب العلماء دين الله. المسألة الثالثة وأهم مسألة نبل الخلق، أنك تعتبر لإخوانك، لا تضيق صدورهم، لا تتكلم بما يؤذيهم. شوف كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجه أحدا بما يكره، حتى رجل قال له هذه لكم هذه لي، ما قام قال ابن اللدبية بعثناه، فقال طبعا ده احنا أصلا أرض النار أعلم الناس بذلك، لو تعلمون ما يمكرون ويكيدون أرض النار. فالغرض المقصود، فالنبي صلى الله عليه وسلم أما قام قال إيش؟ ما بال أقوام نرسلهم فيقول هذا لكم وهذا، هلا جالس بيت امي وابي فيرى ما ياتي. فهنا تكلم بالعموم، فهذا الاولى في هذا الباب، وهذا من نبل خلق النبي صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطه، السنه ما تركت شيئا الا اتت به، قد ياتي العام ويرد به الخصوص او يخص. نبل الخلق اصل الدين، نبل الخلق اصل الدين.
طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.